إذن مشاهدينا من الأنبار ينضم إلينا الآن المحامي عمر حامد الجميلي. أهلا بك سيد أحمد، يعني سيد عمر عفوا، أين وصلت قضية المعتقل عارف الجميلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي العزيزة ولكل كادر قناة دجلة الفضائية. حياك الله. نعم، بداية تفضل. المشكلة حصلت مناشدة للشيخ خليل، نعم خليل مطلب عباس الجميلي أحد شيوخ قبيلة جميلة، ناشد بها القضاء العراقي لكونه لديه أرض زراعية ولديه ما يثبت عادية الأرض ومعززة بقرارات من المحاكم العراقية. وبعد هذه المناشدة على شبكة التواصل الاجتماعي التي كفلها الدستور والمادة 38 التي تخص حرية التعبير عن الرأي بما لا يخل عن النظام العام، بعد فترة تفاجأنا بصدور مذكرة قبض بحق الشيخ خليل مطلب عباس وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وعلى أثر ذلك تم توقيفه. وبعد المناشدة بعد فترة بعدة أيام تم الاعتداء على أحد رجال قبيلة جميلة وهو الطبيب الدكتور ضياء جميلي، يعمل طبيب في مستشفى الفلوجة العام وهو طبيب استشاري ومعروف لدى أهالي مدينة الفلوجة ومحافظة الأنبار وطبيب مهني ومعروف. حصل اعتداء عليه من قبل أحد الزميلات لكون هناك توجد مريضة وأعتقد مرض السرطان، عفانا وعفاكم الله، وبحالة خطرة في مستشفى الفلوجة. الطبيب طلب من الدكتورة المقيمة أعتقد نور الجبوري، طلب منها متابعة حالة المريضة لكونها في حالة خطرة. حصل اعتداء من قبل الدكتورة المذكورة، وبعد ما حصل الاعتداء على الدكتور دخلت مجموعة أو دخلوا مجموعة من الحمايات أحد السياسيين وقاموا بالاعتداء والضرب المبرح على الدكتور ضياء جميلي داخل حرم المستشفى. نعم. بعد ذلك من 10 أيام لحد هذه اللحظة تم اعتقال حدود 4 أشخاص من أبناء قبيلة الجميلة، وكل ذلك حصل بسبب المناشدات والوقوف مع أبناء عمومتهم. نعم، يعني سيد عمر، هل المعتقل عارف الجميلي هو شخصية مستفزة؟ يعني هل المعتقل عارف الجميلي هو شخصية مستفزة؟ كيف لك أن تعرف لنا وللرأي العام شخصية الجميلي؟ نعم، الأخ المعتقل المهندس عارف الجميلي شخصية معروفة لدى أهل الأنبار وأهل القرمة بالتحديد، شخص مهندس يعمل سابقا كان عضو في المجلس المحلي لقضاء القرمة ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وهذا معروف لدى الجميع. تفاجأنا أعتقد يوم 23/10 تم مداهمة دار المهندس عارف الجميلي من قبل قوة أمنية، علما أنه تم إطلاق النار على داره أو مجاور لداره من قبل القوة الأمنية حسب ما وصلتني معلومات ليلة أمس، وهو الآن موقوف في قسم مكافحة إجرام الأنبار وفق المادة 4/1 إرهاب. نعم، يعني سيد عمر مصادر تتحدث أن يعني تهم اعتقاله باطلة وتمت بصورة همجية، يعني هل تمت مفاتحة المنظمات الحقوقية بشأن ذلك؟ للأمانة أنا ما أعرف، أول لقاء لي مع قناتكم الكريمة،
نعم يعني سيد عمر، لكن أنا المصادر تتحدث أن تهم الاعتقال هي باطلة. نعم كوني محامي بالتأكيد ذكرت لحضرتك من هو المهندس عارف الجميلي، معروف لدى كل أهالي الأنبار وأهالي قضاء القرمة، يعرفون الشخص هذا نزيه ومهني ومهندس، كان يعمل فترة طويلة عضو المجلس المحلي إلى أن حلت مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، هو عضو المجلس المحلي لقضاء القرمة. نعم يعني تتعالى الدعوات من قيادات في تحالف الأنبار الموحد لرئيس نعم. الوزراء بإعادة النظر بالمديرين العامين وقادة الأجهزة الأمنية الذين ارتضوا يعني أن يكونوا أدوات بيد الأحزاب. كمواطن أنباري كيف ترى الوضع في المحافظة؟ نعم إذا تسمحي لي عندي بعد نقطة. نعم تفضل. وبعد عندي مناشدة إذا تسمحي لي. من ضمن الأشخاص الذين تم إصدار أمر قبض بحقهم أحد رموز قبيلة الجميلة وهو الشيخ حقي إسماعيل نايف الجميلي ابن عم الشيخ عبد الستار أمير قبيلة الجميلة العام. هذا الشخص تفاجئنا يعني نفس المذكرة ونفس المعلومات اللي صدرت بحق المهندس عارف الجميلي صدرت عليه مذكرة 4-1 إرهاب. هذا الشخص للأمانة أعطى ما أعطى من دماء من عائلته ومن أبناء عمومته، أعطى شهداء في زمن تنظيم القاعدة وفي زمن داعش الإرهابي. فتفاجأنا للأسف يعني وقوفه مع أبناء عمومته، وعندما وقف مع ابن عمه الشيخ خليل مطلب عندما ناشد القضاء العراقي والحكومة بإنصافه لكونه ذكرت لحضرتك لديه أرض زراعية تم سحبها أو نقول الاستيلاء عليها من قبل مديرية بلدية القرمة. فاليوم تفاجأنا تصدر بحق الشيخ اللي هو أحد رموز قبيلة الجميلة تصدر عليه مذكرة 4-1 إرهاب. نعم سيد عمر يعني هل من موعد حدد للترافع عن بشأن يعني قضية المعتقل عارف الجميلي؟ نعم بخصوص الترافع أنا كمحامي أشكر القضاء العراقي للأمانة صار لفترة 10 أيام من توقف الأخ عارف الجميلي. يعني ليلة أمس استطعت أن أنظم له وكالة جزائية لغرض الترافع عنه ومتابعة قضيته. نعم المحامي عمر حامد الجميلي شكرا جزيلا لانضمامك معنا.